عندي راجل زمان من ايام من المغرب كان اسمه عبد الله الدكروري، وجه هنا ايام الحرب والفتح الاسلامي فاتدحرج في الارض دي، فبعديها فالناس اتخذتها كفرقه من ولي راجل ولي زي ده ان هو بيجي الدعرتين وقال يا مزارك يا مهنسه، فالناس اتخذتها هنا فعما تيجي ان هي تتكهرت فمتخذ الموضوع ده كبركه لا اكثر ولا اقل. ان هو اللي عنده ظهر وجعه يقول انا ظهر وجعي اللي فيتكهرت كتابه ما يقدرش يعوش نفسه، فيقوم من الكهرته دي ممكن جنبه يخف، ممكن ظهره يخف لو الم في ظهره لو الم بتاع. ده عقيده عند الناس والله اعلم، والشافي هو الله والمعافي هو الله، ولا حد يشفي الا الله سبحانه وتعالى، ولكن الناس هي اتخذتها كفرقه الموضوع ده او كعاده. فبيجوا الكهرباء من كفرقه، بيجوا يزوروا هنا الاولياء الله الصالحين، وبعد ما يزوروا اولياء الله الصالحين ان هم عم يجوا عند السبع بنات هنا يزوروا السبع بنات، واللي عنده الم في جنبه عنده الم في ظهره فبيتكهرب هن علشان ربنا يشفيه علشان الارض دي طاهره بس لا اكثر ولا اقل. انا متجعلك هنا عشان خاطر ربنا يشفينا، واكيد اخذناها عن جدودنا كمان، يعني كانت لما تيجي هنا ويتجعردوا. وزياره البهنسه دي من زار البهنسه سبع مرات تتكتب له حجه. امين. تتكتب له حجه. عرفت كيف؟ ده احنا العقيده بتاعتنا كده. والواحد لما يبقى صدره تعبان وصدره ضيق اما يفك عنه. زي ما احنا شايفين احنا في منطقة السبع بنات اللي بيحصل فيها الدحرجة، زي ما احنا شايفين طبعا احنا بنأكد ان دي عادات متأصلة ما بين اهالي محافظة المنيا، وايضا في ناس كتير زوار بيجوا من كافة المحافظات ويمكن من أماكن بعيدة من محافظات زي أسوان والأقصر وأيضا من محافظات الدلتا وجه بحري، بيجوا هنا في منطقة البهنسة للتدحرج. طبعا كل الروايات اللي بتذكر عن التدحرج ليس لها أصل معلوم، هي روايات بيتنقلها الأهالي. طبعا حسب الأهالي بيأكدوا إن اللي بيشعر بأي تعب أو أي أمراض أو حتى عنده أي مشاكل مستعصية بيجي هنا ويتدحرج زي ما احنا شايفين أمامنا في الصورة، أملا في حل مشكلته. بنأكد إن كل الكلام ده هي روايات أهالي ولكن ليس لها أي أصل معلوم، كما أن منطقة الدحرجة هي عبارة عن منطقة أرض فضاء في بجوار مزارات البهنسة في تبع المركز بني مزار، وتقع بالخلف منطقة أو مزار السبع بنات، ومزار السبع بنات هو يتبع المنطقة الأثرية الآثار الإسلامية في منطقة البهنسة بمركز بني مزار في محافظة المنيا. زي ما انتوا شايفين مادة لونها تشبه الدم، يعني الشجرة زي ما انت وضحت لكم انها معمرة وكبيرة لها عدة افرع في هذا المكان. ترجع نسبها الى الشيخ نصر الدين زارع هذه الشجرة، زي ما وضحت لكم في البداية شجرة اشجار النبق والسدر هي اشجار معمرة يبلغ اعمارها ما يعني الى مئات السنين. وضح لنا احد خبراء الزراعة ان مثل هذه الاشجار التي يتخطى اعمارها مئات السنين تفرز مواد مثل يعني مثل شجر السدر والنبق، يصدر يعني يخرج مادة لونها أحمر. ولكن في الغريب في هذه الشجرة أن هذه المادة يتم فرزها يوم الجمعة فقط وقبل صلاة الجمعة يعني ساعة أو اثنين. الأهالي يترددون حول أو يتجمعون حول هذه الشجرة
في كل جمعة بكميات كبيرة تعد العشرات، تأتي أسر كاملة من كل مكان وفي المحافظات. زوار هذه المنطقة يأتون أو يتوفدون يوم الجمعة تحديدا لطلب، أملا في بعضهم أملا في الشفاء، والبعض الآخر يبحث عن الإنجاب، البعض أيضا حتى الطلبة قبل انعقاد امتحانات منتصف ونهاية العام. في أعداد من الطلبة من قرى مركز بني مزار والمراكز المجاورة لمنطقة البهنسة في شمال محافظة المنيا، زي مركز مغاغة في الشمال ومركز صملوط ومطاي في الجنوب، بيأتي هنا للدعاء أملا في النجاح والتميز والتفوق. هنلتقي مع أحد أهالي أنت منين يا حاج؟ مركز ملاوي. من مركز ملاوي. مركز ملاوي ده يقع في أقصى جنوب محافظة المنيا وبينه وبين مركز بني مزار حوالي 90 كيلو متر. أحد الأهالي جاي هنا من مركز ملاوي، هنتكلم معاه عشان يزور منطقة البهنسة ومنطقة، وهو الآن متواجد أمام شجرة السيدة العذراء مريم. هيحكي لنا هو يعرف إيه عن الشجرة دي. عارف ان هنا احنا كنا، انا عندي 65 سنه، وبعدين كنت ماجي هنا مع ابويا وجدي يحكون على شجره دهياتي، بان هي دي من جماعة القدماء المصريين. تمام. الشجره دهياتي من جماعة القدماء المصريين. كنت اجي مع ابويا وانا صغير، كان يقول يا ابني دي هنا الشهداء دهماتي، وسبع بنات دهماتي يا ابني، كانت من زمان كان فيه معركه وبتاع، وسبع بنات دهماتي اشتشروا في الحرب. اشتشروا فيه؟ اشتشروا في الحرب. والشجرة دي هياتي كان يحكي لي عليها ابويا، كان يقول يا ابني. كان بيقول لك ايه عن الشجرة دي تحديدا؟ كان يقول لي دي شجرة بتاع القدماء المصريين، شجرة بتاع جماعة فراعنة. وانا هنا كل سنة اجي الاقي الشجرة دي يعني بنفس المنظر دوت. هل انت متعود بتردد حاجات معينة لما تيجي تقف قدام الشجرة دي او تدعى أدعية معينة؟ طبعا. طبعا طبعا. يا رب اغفرنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واهلك اعدانا ولا تخيفك رجانا، ومصر ان شاء الله منصوره باذن الله، منصوره بالشهداء بتوعها اللي فيها. مصر منصوره بالشهداء. احنا بناكد الى ان بعض هذه الروايات وجزء كبير منها ليس له اصل معلوم، لكن احنا بننقل ما يردده الاهالي عن شجره مريم، شجره اللي هم بيقولوا عنها مباركه، وزي ما احنا اكدنا ان هي شجره عتيقه جدا، وكان زمان بتستخدم أشجارها، تقطع أشجارها، يعني كان في مجموعة كبيرة من الأشجار دي كانت تقطع وترسل إلى القاهرة لصناعة لاستخدامها في صناعة الأسطول البحري في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي.